يه يه، شو اللي عم يصير؟ ممكن حدا يشرح لي؟ لا، شو عم بيصير؟ مين الأول؟ أنا ما فهمت شي أبدا. مرحبا للكل، ما بدي أخذ كتير من وقتكم. هاي الصور اللي شايفينها على الشاشة هي الصورة الحقيقية لخطط ريمون وشركته اللي رسموها على جزيرتنا. أنا بعرف إنه هن إجوا لعندكم ووعدوكم إنه ما رح يأذوا البيئة والمحيط، بس هذا كلياته كذبة كبيرة ولازم نفهمها. برافو يا بنتي، برافو عليكي، أنا فخورة فيكي، فخورة كتير. هدول شايفين جزيرتنا فرصة استثمار مربحة، بدهم يزيدوا مصاريهم أكتر وأكتر، ما بيهمهم لا البيئة ولا الطبيعة ولا حتى الحيوانات. هدول بيشتغلوا كرمال حالهم وبس. بس هون في شغلة مهمة نسيوها، وهي مقاومة الشعب وتكاتف أهل الجزيرة. بقدم لكم قليل الشرف ريمون بيك. ليكو قدامكم هو عبارة عن لص مستعد يعمل أي شيء كرمال زباينه، وعم يهرب كمان، بس نحنا ما رح نسمح له يعمل هالشي. نحنا رح نحمي جزيرتنا، ما رح نسمح له يخرب هاي الجزيرة، مزبوط ولا لا؟ ما رح نسمح له يستولي على أراضي جزيرتنا، ما هيك؟ خلونا نسجل كلمتنا يا أهل الجزيرة. لحظة لحظة، الكلام اللي سمعناه صحيح؟ لا لا، كذب يا جماعة، معقولة هذا الحكي؟ لا لا تصدقوهن، الكلام اللي حكيناه نحنا هو الصح. نحنا ناطرين توضيح من حضرتك يا ريمون بيك. طلع فيني، روح قول لمعلمينك بالمدينة ما عاد فيكن تخطوا خطوة واحدة هون مرة تانية. رح تشوفوا كلياتكن، رح تشوفوا.